تعتبر الضيقة بدون سبب من الأعراض الشائعة التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، ويمكن أن تؤثر سلباً على جودة حياتهم وقدرتهم على القيام بالأنشطة اليومية بشكل طبيعي. والضيق بدون سبب قد يكون له أسباب عديدة داخلية، ولكن لا يتم الشعور بها إلا أنها تظهر على صورة اكتئاب دون معرفة السبب وراءها. في هذا الفيديو سنتحدث عن الأسباب المحتملة للضيقة بدون سبب وكيفية علاجها. إن الأسباب التي تؤدي إلى ظهور أعراض الاكتئاب والضيق عديدة، وفي التالي سوف يتم توضيح بعض أسباب الضيق بدون سبب. أولاً، الإجهاد. يمكن أن يؤدي الإجهاد الناتج عن العمل الشاق أو الحياة اليومية المزدحمة إلى الشعور بالضيقة بدون سبب. ثانياً، النقص الغذائي. إن النظام الغذائي غير المتوازن قد يؤثر على مزاج ومشاعر أي شخص، إذ أن الأبحاث قد أثبتت بأن المصابين بالاكتئاب في الغالب ما يكون لديهم نقص في أحماض أوميغا 3 الدهنية، فيتامين ب، المغنيسيوم والزنك. وتساهم كافة تلك العناصر الغذائية في إنشاء أو مساعدة النواقل العصبية الهامة لوظائف الدماغ السليمة. ثالثاً، التغييرات الموسمية. من الممكن أن تؤدي التغيرات الموسمية أثناء أشهر الشتاء والخريف القاتمة إلى الشعور بنوع من الضيق بدون سبب، والذي يعرف باسم الاضطراب العاطفي الموسمي. وهذا يحدث نتيجة لأن عدم التعرض لأشعة الشمس يمكنه تغيير إيقاع الساعة البيولوجية للجسم، والذي يعمل على تنظيم الهرمونات ووظائف الجسم الأخرى التي تتعلق بالمزاج. ثالثاً، اضطرابات الغدة الدرقية. إذا تم الشعور بضيق بدون سبب، فمن الممكن أن يكون السبب الحقيقي في هذا يرجع إلى أن الغدة الدرقية لا تعمل بصورة صحيحة، إذ أن تلك الغدة الموجودة في الرقبة تقوم بإفراز هرمونات رئيسية تؤثر على الكثير من الوظائف في الجسم والجهاز العصبي، بما في ذلك المزاج والمشاعر. خامساً، الحرمان من النوم. ويعد من أحد الأسباب الشائعة للضيق، إذ أن التغيرات في النوم ومشكلاته مثل الأرق ترفع من خطر الإصابة بالاكتئاب والضيق بدون سبب. أي أن النوم السيء في الليل قد يؤدي إلى اضطراب المزاج، بالإضافة إلى أن قلة النوم يمكنها التأثير أيضا على الصحة العقلية. في النهاية، يمكن اتباع بعض الإجراءات للتعامل مع الضيق والتوتر العصبي بدون سبب. أولاً، تحسين جودة النوم. يجب العمل على تحسين جودة النوم من خلال تحديد ساعات النوم اللازمة وتجنب التفكير الزائد قبل النوم، كما يفضل النوم في مكان هادئ ومعتم. ثانياً، تناول الطعام بشكل صحي. يجب تناول الطعام الصحي والمتوازن، وتجنب تناول الأطعمة الدهنية والثقيلة والتي تحتوي على السكريات الزائدة والكافيين بكميات كبيرة، ويفضل تناول الفواكه والخضروات الطازجة. ثالثاً، استشارة الطبيب. في حال استمرار الشعور بالضيقة وعدم القدرة على التحكم فيها، يجب استشارة الطبيب المختص لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد السبب والعلاج المناسب. يمكن تعريف الاكتئاب على أنه مرض نفسي منتشر بين الناس ويؤثر على حياتهم بشكل سلبي. يشعر فيه المريض بالحزن الشديد لفترة طويلة، ويعزف تماماً عن الأشياء المبهجة أو حتى الأشياء التقليدية، فلا يرغب في الذهاب إلى العمل أو قراءة الصحف أو مقابلة الأصدقاء أو التكيف مع الحياة. وقد يستمر الاكتئاب أسبوع أو شهر أو عام، وتختلف مدة الإصابة بالاكتئاب حسب أسلوب حياة الشخص والمؤثرات التي تحيط به، وإذا كان يتناول أدوية أو لا يذهب للطبيب. ونظراً للتجارب المختلفة التي مر بها المصابين بالاكتئاب، فإن استشارات المتخصصين يساعدك في التخلص بشكل أسرع من هذا المرض. كما تعتمد فترة استمرار الاكتئاب على الكثير من العوامل مثل أنواع الاكتئاب وأسبابه. يمكن أن تستمر فترة الاكتئاب مدى الحياة في حالة عدم تلقي العلاج أو التعرض للضغوط بشكل مستمر، حتى أنه يمكن أن يشتد المرض ويؤدي إلى الانتحار وانتهاء حياة الإنسان،
لذلك لا يجب علينا إهمال علاج هذا المرض، لأنه بمثابة سرطان يدمر حياة الشخص ومن حوله، وقد يؤدي إلى عواقب وخيمة في المستقبل. في النهاية يجب العلم أن الاكتئاب لا يزول من تلقاء نفسه دون تلقي العلاج، فالكثير من مرضى الاكتئاب يعتقدون أنه من الممكن أن يتحسنوا مع مرور الأيام، وأن تلك المعاناة سوف تنتهي دون البحث عن العلاج. لكن يجب الذهاب إلى الطبيب وتلقي الاستشارة الطبية للتغلب والسيطرة على عواقب الاكتئاب، فعدم الاهتمام بعلاج الاكتئاب يؤدي إلى مضاعفات خطيرة قد تصل إلى الانتحار أو الموت. ولا تنطبق مقولة أن الأيام تشفي الجروح على هذا المرض، لأن الاكتئاب ليس جرح يمكن أن تداويه الأيام، فهو جروح داخلية تزداد سوء كلما مرت الأيام عليها. كذلك تؤثر الكثير من العوامل على الإنسان، وتتحكم تلك العوامل في التخلص من الاكتئاب أو زيادة الضرر الناجم عنه. فمثلا إذا كنت محاط بدفء عائلي وأصدقاء جيدين، يمكن أن يساعدك هذا الأمر في تخفيف الأعراض، ولكن لا يجعلك تشفى بشكل تام، ويجب زيارة الطبيب. بينما إذا كنت شخص وحيد أو علاقتك سيئة بعائلتك وأصدقائك ومحاط بطاقة سلبية، يجعلك هذا أسوأ ويزيد من أعراض الاكتئاب.